شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة حضروا الورقة والقلم، حلوا فزورات اليوم. حضروا الورقة والقلم، حلوا فزورات اليوم. حضروا الورقة والقلم، حلوا فزورات اليوم. حضروا الورقة والقلم، حلوا فزورات بالجائزة الحلوة نهنيكم، وبجائزة الحلوة نهنيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، فزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف سلام عليكم. وعليكم السلام. عطيني قهوة. ها والله. وعطيني شاهي. اي شاء الله. وعطيني طحين وشوية بزار. عطينا قهوة. ها والله. عطينا شاهي. اي شاء الله. عطينا طحين وشوية بزار. عطينا قهوة. ها والله. عطينا شاهي. اي شاء الله. وعطينا طحين وشوية بزار. عطينا قهوة. ها والله. عطينا شاهي. اي شاء الله. وعطينا طحين وشوية بزار. عطينا قهوة. ها والله. وعطينا شاهي. اي شاء الله. عطينا طحين وشوية بزار. روحوا ابوي هناك عند البشكار. رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا. رحنا لو قلنا زين وخلانا ونسانا. رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا. رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا. عجب يبقى المشغول في مسافر خانه. في مسافر خانه. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم، والفزورة من الولايات. السلام عليك شايب خلف. عليكم السلام. مالام وصلت؟ وصلت نعم، لكن شوف مو قايبين لك عاد. جبت الحاجة؟ جبتها شوف. الله يبارك يا بار. شوف شوف، لكن أقول مستعمل شوية مستعمل. نعم سنطور. كأنه يصيح؟ يصيح ونص. مرقة قواناس عرفوني بتبعه؟ بتشوف تو. حط هذا هنا خلينا. خلينا. هنا القوانات؟ هذه القوانات في يدي. يا نجرب نجرب شوية. ايش هذا ايش خلاص. سنطور سنطور. كيف سنطور؟ يا شيخ ايش دراك انت ابوي بعدك توك ما شايف شيء بالدنيا. شوف هذا مكان لباري. هناك؟ شفت ايه هنا. مال دختر؟ ما دختر مال سنطور مال سنطور دختر هين دختر؟ صيح 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 انت. انا قل لي عاد من قل لي عاد من؟ من ذي؟ حمز زويد. نعم. وهذا الهندلة. ماشي. هذا الهندلة من اين طلعوها؟ ما سالم الصوري ما جبت لنا شيء من قواناته؟ ما حصلت ما حصلت. نشتري ان شاء الله نشتري. يلا يلا. خلاص حيس حيس حيس. اصبر شوي اصبر لعل تستعجل. ايوه ركب. ايوه. خليه يقول خليه يشتمي يشتمي. مره بتشوف تو. يضرب هندل بعد. معلوم معلوم يا الحياش مالي. كم العريبي. ابي جيبك. هنا هنا ذا.
صبر صبر بعده بعده شوي يبغى له حيز. ايه تو حيز ايش الحين؟ تو تو اشتغل تو. اه الله يرحمه محمد طويل. كلامك صحيح فاضول لكن عاد لكن ما لكن ماشي. انت تعرف كم عمره ذاك؟ احنا ما في العمر تو. احنا اذا لفظنا الشايب خلف الشايب خلف هيزعل، واذا زعل الشايب خلف ماشي عتنا ماشي اللي شغل اي فنشني. انا ما علي الا النصيحه، وتذكر انها يتيمه وما عندها اب. لو تصدقني انا كنت ما بوافق، لكن ما بيديني حيله مو اسوي. انا ما اخذ امك جاي ترى. اسكت لا تتكلم اسكت سكوت. وفي فضول انت هنا؟ صلي ساعة هنا. ومو حالك ولدي بخير؟ الحمد لله بخير. من هين بخير وانت بتحكك؟ ترى صلي شهر من تسبحت احيي متسبح. اخو بسير ترى ها قرسين؟ لا ساير. انا اعطيك حبتين كولين؟ لا لا بتحكيك يا سير كانين انا اخو ساير احسن. انت ولدي محشر خلاص؟ بخير الحمد لله. مو السوق باظت؟ زين كله بزين. اقول بسير سلم على الشهر خلاص زين؟ لازم نشايب خلق؟ سلم عليهم كلهم بوناك بس خصوا السلام خصوا. نزيل الله يسلم. نزيل يلا قدام الرحمن. تمام له. ما تبقى قهوة عقب؟ لا لا. قهوة؟ قهوة قهوة. زين عقب. عقب تمام له. تمام سلمي. سلم. الله يسلم. الله يسلم. سلم على الشايب خلق عن فتن سفاضون. وغابوي ترى ما سامعك. تو مو فيك. هذه بس من دوقيتك دوك دوك. عن تحكي. عن تحكي. أقول لو هذه سامعتنك تو كانت قبضك من حقك منها. اي والله صدقك. اي. عبا انا اسير. فين سيرتو؟ سال الفرغة. ها تو سير سيدي في البحر وتسبح. والله يا سير. كلها حبة دوك حبة. اي والله. وحلط. ساير ساير. سي وسلم على الشايب خلف. تملى. يلا تملى. توصي بشيء؟ اه احسنت. يلا. يوسف. ها؟ تعال تعال تعال. يلا قولي مو عنديش. يوم انت وفاضل قاعدين تتكلموا زين خبرني في مو ها؟ ما قلنا شيء ما قلنا شيء. بعدكم وانا قاعد اسمعكم. مو سمعتي يا ولدي ان كان علي انا انا موافقه، لكن لا تنسى ان انا عندي اخ واجب اشاوره واخذ رايه في الموضوع. وما بغص اخذ رايه لكن بيكون ما يستوي. بيكون ما يستوي. كيف ما يستوي؟ ابوي الشايب خلف ما حد وما يحترمه. رجال مو اقول لك جمال ومال وحال يا ولدي. وما بيكون بعدش ما فاهم السالفة بعدش. ماني ما فاهمة يا ولدي ماني ما فاهمة. ولا انت ما باغني استريح وتريحني يا ولدي؟ انا من زمان باي اخبرك في هذا الموضوع. انزين لكن قد بيكون تمام تفيق. ولا انت يعني تراك ما تجلس لي واجد لان اخبرك بسوالفي. هي ممكن علي انا اقول لك موافقة وانت بعدك استفكر. انزين اها وكون هو دار زين زين ايه عن تنسى
ما فاهمة مساكينة بعد ما قطيل الباقي مو عطيك الباقي تعطيك شيء ما جيب 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 احسن لك جيب 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 باقي الغوادي ها سر شوف 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 اذا ما تعطي الباقي الغوادي اشيل لك سمك سمك كله لا انت ولا زي اكبر عنك شو السمك ايه ها ايه ها مو فيك مو فيك عن ثوب لك هذا اللص هذا كيف لص الرجال سلام ما يعطي الغوادي هذا الرجال جا وحاول يكلمني يسين السمكه ما يعطيني فلوس تكذب عينك كيف اكذب انا؟ عنتور اسكت خليني اكلم الرجال خليني اعرف باقي السالفه ها اخوي مو خلاص بعدين حاول نسيه سوي هو عايز يهرب تكذب عينك قلت لك اشهد عليك الرب ويا عربنا لا تعرف لو راح اشتكى عليك موسي هتكون انت الغلطان نعم انت الغلطان انا غلطان هو يوم يسرق غواز الناس اخوي بيكون معطينا غوازي وانت ناسي يا ريت معطينا غوازي وانا متاكد زين كم الحساب؟ ثلاثة الأربع بنعطيه خلص سمكة ثانية خليك والله العظيم كلمنا بالضياع السالفة ما فيها يا شواخ يا شواخ هي؟ سالم المقهوى جاني اليوم كيف؟ وقال لي خبر ما يترس الرأس نعم ما يدخل في العقل خبر ما أصدقه أبدأ مو من خبر قول سرع ما أقول ليش يا شباب أو أنا شايب خلف ما باقي زواج أمي وصل باقي زواج البنت عواش كان تبغى تشوف العجايب يوخذ عواش هي والله عواش باقي لا إله إلا الله محمد الرسول كيف يوخذ عواش وهو قبل قائل إنه يوخذ أم يوسف وأنا المسكين وهذا الكلام ما يستوي وأنا المسكين اللي كنت أفكر باغ الدلالة وأنا الذكي وأنا حمدان الأستاذ واللي زين ويتخقق وسط الحارة إنه حمدان رجال مفكر باغي ياخذ أم يوسف تو ما أنت تو أنا كيف أقابل الحرمة قبل قلت لها إن الشايب خلف يبغاش وكذا وكل يوم سالفة وكل يوم وتو يوم استوت المسألة كذا تو أنا ما أنت مو أنتي أنا أخص عني شاب بنت حلال أول شيء دلالتي راحت ثاني شيء هنا ودي وجهي من أم يوسف تبي الصدق فضيحة أم يوسف هنا والله العظيم ما مستح حتى أشوفها زين تو مو تبغاني أسوي والله مو أقولش يا يوم سياف مو أقولش سمعني مو تبين أسوي قولي سمعني قولي إيش رأيك أنشر أنا الخبر في الحارة أقول إنه يبى ياخذ عواش يعني قصدش إنش ترسل حارة وتقول حل حريمات وحل صغيرين والرجاجيل إنه خلف بيزوج البنية مو قل أنا أقول يا شباب لا ما زين الشايب خلف ربيعي وصديقي باكر بيزعل علي أنا أقول ما زين ما دام إنك فزعان خلي المسألة علي أنا ولا يهمك هنا بالبلاد باقة
طاقة. هاي طاقة ولاية كبيرة هنا. ولاية هاي طاقة في ولاية عودنا الكبيرة. وانا عندي صاحب صديق هو بيطرح لي بيني بالناس. عرفه بن جمعان اسمه. عرفه بن جمعان. من طاقة. طاقة نعم. أقول هاي طاقة. شور فيها اللبان هاي بلادي. شور فيها اللبان. أنا أخذ العون اللبان. وهم أحسن وادم وأحسن ناس يسوون بخور. هم هاي. وهذه الطاقة فيها بحر. هاي فيها بحر واجد جميلة غاوية. هاي طاقة ولاية حلوة. أغلب اسمه هاي كلها من أفقها حز بحر. أغلب باقي لهم في منها حز بحر. في منها على البحر. وفيها مناطق كثيرة الولاية اللي فيها طاقة. واجد فيها مربى وفيها ضلكون وفيها ريسود. وايد واجد مناطق. هالمناطق كلها في الولاية هذه. ولاية غاوية وجميلة وحلوة. بعيدة لك بعيدة من هنا؟ هي عن البعيد بعيدة. لكن الإنسان عن الراحة ترى الراحة فيه. مو قصدك يعني مو قصدك هواها زين يعني. هواها زين وغاوي. خلص القوان سارته. اللي ما شبك منه مك على القوان اليوم. ترى هاي مني القوان هالأيام. تو أنت خلي القوان. أقول إيه؟ أقول. هاي الله يسلمك. هاي البلاد. هواها جميل. خصوصا هالشهور ذيك الخضرة على الجبل وذيك المياه اللي تجري من الجبال وذاك الهواء البارد. طال عليكم قهوة 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 قهوة. سلامنا ياي. أنا شايف خلف قهوة. صب قهوة صب. ها؟ أصب مو؟ على حسابه على حسابه. صب أنت صب. على حسابه على حسابك أنت. حساب من؟ على حسابك. كيف على حسابه؟ على حساب شايف خلف؟ هي؟ ها؟ صب 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 أنت صب. يا الله يا كريم يا الله. أوين ما يبغاها؟ من هو بعدك وما يبغاها؟ من هو؟ هذا المتفنع وضحتك من غيره. حمدون؟ أنا وحدي ما أصدق كان حمدون ما يبغى بن سعيد بن راشد. أبداً ما أصدق وحدي حشة ما أصدق. حمدون هو وابو تحبه أنت واجد. ما أعرف مو شايف عمره. ما له مو شايف عمره. ما له مو شايف عمره وبطران. ما اعرفه. لكن انا اقول سمعي. حمدون اعرفه انا ما اظني خالف كلام ابوه. خالف كلام ابوه. اول ما يبغاها حولك كذا عيونه كذا. ها ما يبغاها كيف كذا. ها كذا عيونه ما يبغاها. الله يهديك يا شواخ الله يهديك. زخين عن هالسوالف. ضحك دير يوم سويتي كذا عيون. وش والله عجبتك بابو؟ ما يلا حالاتي شو مسوي كذا عيون. يا الله يا الله يا يا مسياح. لكن قومي على سيرك بينا غدا. خلينا نوكل هيك وعاني. تبغى توكل. كباريت في البيت ماشي. كم مرة أقول لك خطف دكان شايب خالد. تراك أنت خرب الرسائل عند دكان شايب خالد. ما تروح تجيب لنا قوة كبريت. زين نسيت خير إن شاء الله نسيت. يا الله ما تبي تسألين إلا تو يوم جوعان يوم أقول يصير جيب لنا شوية عيش. إيش كيف أطبخ لك يوم ماشي كباريت؟ لا بقي ماشي كباريت. أنا ما أطبخ ماشي شيء. غير بكباريت ماشي ماشي. عندك حصى؟ لا بقي الحصى. زين قلني يوم تقول انك نسيت ما تنسى تدق سالفه بيول شايب خلف بيول ذاك سلوم وفاضل. ابوي ما ابوي سمعيني سوالفنا احنا احسن من سوالفك انت الحريم. ما لي سوالفك الحريم. سوالفك ما يخلص. لا والله حلوه سوالفك. فلانه قالت كذي. هذا مو عليك يا ولد. اجي بعد مو على شو انا اسير اسولف عند علاقه اربعه انا ما اقول انا ما اقول اقول لك بس لا تنسى. انزين خلينا من هالسوالف. هي. سمعي انا يا مسياف عندي سالفة وابغى اقول لك اياها. سالفة؟ اي نعم. هيا جيبوا عندك قول تهدر. مرة؟ مستعدة؟ نعم. عجب سمعي. المسألة وما فيها يا مسياف. هيي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 ي
الشوش رنشا والهماني والكذيب. عنتور عنتور جيب حليب. مو انا هنا اسمي عنتور. يلا رجع اسمك عنتور 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 اسمك عنتور. بعد والله ما سد هذاك شايب فضفاض ذوله سمونه بعد عنتور حتى الصغير يصغر يقول يا فقت على الله. ايه ما عاد وصلوا
من مستريحين ترى قل الشايب ترى مستريحين يا غوازي هلك بوهبو اسمك فاضول بشكار وشكل كماي هيك مهم مستريح الله بشكار واحد فك في الشارع عرفه زين عفري هذا يركض 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 ايه ما لا يموت وموه يموت الربشة مسوني هذا ماله ما حد ربشة مو قمت سمك قمت لا ما جبت سمك جبت لحم وحمود جيب لحم مو قال لك انا ما ابغى لحم ابغى سمك ايه ما يعجبني اللحم ما يعجبني من متى من خلف ما يعجبني واحد اللحم ما يعجبني ما حيدك ما يعجبك اللحم هذاك الاسبوع قاساني عند حمدان ولضيت هذاك اللحم فخذ بفخذه هي يوم حد يعزمني سمعت مني ولا حد يعطيني شيء برا يعجبني اللحم يعني كذاك بغوازيه ما يعجبني ما يعجب اللحم عجبك ذاك عوقه ما يمتل يمتل في عينك شت يا راسي جيب جدو سير جيب جدو ارتاح يوم واحده من القدو ارتاح فاضو لا تكلمنا عن الجدو القدو سمعت مني يريحني يوم ادخن القدو جره وحده ارتاح منه ايه ما دام كذا ايه اجي ابوي يشتل قوم هلا سير قوم سير قدو سير طيب معكم بس 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 سير سير يلا غير نمونا هذيلا اقوم اشوف الحسابات انا شويه يلا فاضول نعم اشوفني هالايام مرتاح وفرحان اشوف الدنيا ما واسعتني نعم الفرحه هذا شيء طبيعي ايه لازم ترى مثلكم انتم لما ما يتزوج واحد منكم يرتاح الدنيا تطير به نعم. وخاصه انتم مثلكم الشباب مو قصدك اقصد يعني تتذكروا ايام شبابكم اقصد ايام مرة شبابكم مره احيانا يا فاضول كلامك حجم وعزل جبت لك لازم يذوق لازم يلا انك ترى هو فارط اقول نص الغليون عنده هو ونص الغليون انت وخلاص قسمتوا هالقسمة مشغولة ما تلوميني كما تشوفيني ما شحيلة اي مو اسوي عارفة شبوك مشغولة عارفة عاد نسيتيني سمعوا ولكني تعرفيني البر لكن اقول لك ترى ما شيت وما شي حاجة اقول محايدين زينة اهون يا الله كما تشوفي هذا السهر في الليل ما شي غفار طول الليل سهرانة قبلت وسويتي ما تشوفي الشر الله يعافيش الله امين امين اشوفك اليوم طويت شايب خلف خير مو هنا يا ابوي كما تشوفي من تو غادي هي نحش ابو ونلقط ونخرف طبعا. ونبغى نخضر بالله قال نستوي حيان عسى عسى ولو انه يبغى يرتاح يبغى شوية يرتاح شوية من التعب نومي مسكين تعبان وحياته تعبان وما جاي يلاقي حد غيري أنا أحسن عني أنا ما جاي حد يخدمه أبدا إنزين أنا أبغاشة بكلامة تعالي للبيت ما تقومي تتعذري لي كما كل يوم وانتي حمو ما تجي انتي عنده أجي عندكم ما شدني بوجاني منكم أجي مرة حشي أجي ما أجي والله ما قفلي فتر بيتكم يا حرمة استهدي بالله ولعن الشيطان كيف استوى أنسى كيف أنسى كيف أنسى إنزين أقولش كان تبغيني شي تعالي للبيت عندي أخبار حالي أقوم بسير عنش حرصة بسير مو قابة هذا المرسول هنا مو قابة ما قايلة ما تجينا ما قايلة يا ولدي فضيحة عليك حرمة الرجال عيب ما يستخبك ذاك تسوي بها انا ما ابغى اشوف وجهها لا في البيت ولا هنا وبكره بسيع انت شايب خلف وخليه يمنع عن جهه الطوامي يمنع عليه يا ولدي احنا ما نقدر نتحكم في وجهه وما يجي لي ان الطوي ما حنا على الشايب خلف الله يطول عمره ان شاء الله حتى لو كان بخلي الشايب خلف يمنعه وما يخليه تجي تطول ما زين الطوي ما طوينا فضيحه هي زين اقول ايش تو انت مو عاد وهذا ذاهب الغدا في البيت
هيا تشوفني ما تشوفني انا جالسه هنا مش عندي شغل وبعدين ما اعرف وش يسوي هناك في البيت والله العظيم انت ليش تعبانه خلنا نسيو بس ايش من هذا الحشيش قاعد تحشي طول النهار مو اسوي يا ولدي مو اسوي قومي نهضي مو اسوي خلنا. خلنا اذا احنا ما وقفنا له الشايب خلف من يوقف له يا ولدي خلنا خطف خطف شل ابوي شل تعبانه عسى بس يشوفوني هذه ما ابغى اشوف وجهها مره ثانيه تجيني ما ابغى اشوف عمي يا بيع الورد عمي يا بيع الورد كل الورد شوي 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 على بتدوس على الورد ويتسوي خله اقول لك خلنا اكتب 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 تغيب الكتابة اليوم تغيب الفرح يا باي السلام عليكم ها شايب خلف اشوف فرحان اليوم مستانس خير ان شاء الله مو هناك شربهم قهوة شربهم صب قهوة صب اشربهم قهوة حمو كيف انه ما تصب لهم قهوة قال لك صب لهم قهوة يعني صب لهم قهوة صب لنا قهوة يعني تصب لنا قهوة حمو انتم بتضاربوني ما اقدر اصب قهوة حمو صب لهم ابوي كابو يتكلم دو مالك مو تشوف تشوف مو هنا فليك ايدك ليش في جواك مالك مو في رجال طول وعرض مو في والعلام علام مو في قول مو في ما في شيء لا يعني انا اشوفه يعني عمي يا بيع البصل بصل لكم الحرام آه. لا يتزوج ترى ما يتزوج مالك ايش راك مو تفاصخهم ماشي هو اصلا نحن انا كنت بغيت اتفاهم مع عنتر والحين تفاهمت مع فاضل زين يلا عطهم قهوه صب لهم قهوه اصب لهم قهوه لكن عاد على حساب من كيف جاي على حساب من ترى على حساب الشاي شايب خلاص زين يوم على حساب الشاي شايب نحن بنصب قهوه صب صب كيسك صب اصب ابو يا صب قول لي مو اسوي فيها شيخ وهذا مو اسوي اني ابغى اطلع عين البنيه ابغى يلا اني ايديني كسرت يديني ما بقى فيها شيء بغيت اقص لها لسانها يوم واحده لي اقص لها لسانها ما يجيب لي واحد يقص لسانها يلا يلا اني يوم خلت نجلس بيت ما خلت نجلس بيت يبغى واحد يجلس عند حيانه ما تخلت اني ابغى هذا ما ابغى اشوف يوسف مالك اشوفك كانك زعلان اليوم زعلان ومضايق اليوم مو في مضايقة بها هذه هذه حقت حمدان هذه المرسونة هذه النمامة بعد عندكم قات هذه تجي كل مكان سيف كل بيت سيف وما تدخل بيت الا تحرق قوة وتطلع عنه لا اله الا الله مو سويت فيها مو سويت فيها ما تعرفني زينة اعرفك مو سويت لكن خبرني كسرت لي يدينها بالنص لا اله الا الله نكسر عظم هذه كوعها نكسر كوعها زين سويت ولد الحلال؟ بغيت اقلع على عينها ما واحد زين سويت؟ لو ما الوالده متوسطه ولا عيونها ما في عيون اليوم لا اله الا الله عند حمد هناك ما في عين اسميك رجال لكن اقول زين سويت؟ هذه بغت تسوي مشاكل بين حرمتي وحيانها وبغت تسوي بغضه في البيت ومشاكل بين حياننا حتى انت ما الان دخلت بيتك وحقتها لا تقول شيء هذه اعوذ بالله منها انصدقها مو اصدق فيها؟ لا تصدقها هذه اكبر كذابه في الحاره كذابه وكذابه يا ابو حمدان كيف تطيق حمدان هذا انا ما اعرف لكن اسمعني خلي عنك شيخ وائل مو اسمع قول لي مو خلي عنك شيخ وانت ليش ما تجي الشغل من قال لك ما اجي الشغل صار لك يومين ما جاء ما اجي وحدي انا مستبلي هذا في ذاك البيت اسمعني يوسف صار الشغل احسن لك خلي عنك المشاكل والسوالف اسمع انا مخبر شو اسمه هذا مو اسمه ذا الشايب عوض ايه شايب عوض مخبر الشايب عوض يعلمك دري وليه عوض هذا اللي في الستيشن ايه زين صار لان عنده هذاك مو اسمه كروزر ايه كروزر زين الكروزر اما هذا العربيه ما اعرف اسوق عربيه اول تتعلم في الكروزر يوم تتعلم زين ايه؟ خلاف اعلمك في العربي عاد تمام ايه بس وعاد من اسي واطلع الكمشه كشه ايه؟ اول شيء اسوي ادوس هذه بو اسمها شيخوده ادوسها عقب ما علمك سواق غيب ما علمك دريولي ما علمك ما ادوسها زين ما ادوسها ايه ما هل كنا مع يوم نتعلم الدريولي حل دواس الناس ما علمك زين بس خلنا نسي خلاص ساي الله يوفقها ان شاء الله اقوم اشوف ذي الحسابات مو هنا اخر الشهر عاد اخر الشهر شوف هاي يكون حد ما مسلم ولا شيء طالب ببيتهم لا اله الا الله ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هناك مو هنا مهندك شيخة مالها شيخة مالها حمدان دوكم مو فاكرتني هي مزوية دوكم عليها كم
46 ربي 46 ربي دوكم لا اله الا الله. هاي تجي عند عنتور تقص عليه وما اعرف مسجلها واقف متى تجي. انا ما عندي خبر عنه يوم نحن ما اشوفه ابدا. ما عليه اجي حمدان اجيب ابنينا كمين صفه داخل اغرمه من ظهر اقصه كذاك. ايه اقول سير ابوي شوف عنتور داخل حيكون سوي لنا شيء مشاكل. سير. انا خيفان والله خيفان بصراحه. من مو اخاف ان مسوينا مشاكل كمان يوم وهقني بذاك الرجال. ها وخليت انت سيارة روكر على ذاك الرجال. إيه؟ وهاو شو وطلع من الغلطان عنتور. عنتور بصراحه عنتور عجب ابوي يصير شوفه على يكون سوينا مشي من بلاوي. يصير هاو قال لي انا انت فاك تمك كل منك انت هناك مو مش مشاكل غيرها بعد نوبه. هاو يقول لها فاشل او مغيب الجوازه. وهي وين مغيب منه؟ مغيب انه احنا مسافر خالد. والمصيبة اليوم باغي اسير البلاد الظهر وما حصلته. ما تحيد مخلينا ما تحيد. قال عنتور بنجي نسأل فاضول يمكن لقاه او يمكن انا اعطيته اياه ونسيت. انا بعد مو اها تطري فاضول اها اثنينكم تطروا فاضول شال الله بعيش يد. تراني محتار يا فاضول ما عارف ايش اسوي. ابوي شوف انت توكل على الله وروح بلادك. والجواز جواز هو الجواز ده خلنا نكمل. قلنا لك شوف عطنا اسمك واسم ابوك وعنوانك وين تسكن بس. هي وروح يلا 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 بسرعه. هي عطنا اسمك عطنا ايه شوف اكتب اكتب. اكتب هذا اكتب اكتب. مو اكتب من زين اكتب مو انت ما تعرف المرة تكتب. اكتب هاشل اشوف قام يغلط. ترى شلون مغيب جوازه رجال لازم شويه بيستغمر خوز شويه. ايه وابو لا حول تحرقني في عيون. هاشل هاشل بن من؟ بن سعيد. اصبر شوي 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 واحد واحد عليه. ترى قلنا لك ما يعرف يكتب. بس ودنا اول قصر لسانك. سوي له بارض سوي له ما سوي له بارض ما سمعت ما يقول. اقص سوي له لسانك اقص تراني. لا بس خف. سيح واحد 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 انت مغيب جوازك لازم تسوي لنا بارض. يكتب كتب بن من؟ بن سعيد. بن سعيد بن عبيد. صبر اقول لك صبر شوي شوي. سعيد حرام بن عبيد. يلا قول له بعد شي باقي. العزيزي. العزيزي لما كيف يكتبوا عزيزي؟ عزيزي عين عين زوازي. قايل لك انه ما يعرف يكتب. قايل لك انا اليوم اذا ما فقعت لك عينك شوف فاضول العنب ليش حرام كذا. قش قش اكتب بحق ربنا عندنا شغل خلاص. قلنا مجنون هذا. عزيز انزين يلا زين. هي تسكن وادي فدا. وين هاي وادي فدا؟ هي وادي فدا. وادي فدا دي في ولاية كبيرة معروف في الظاهرة. في الظاهرة. هي نعم في الظاهرة. هذه وادي فدا ولاية. ابوي هاي ولاية واسمها ما اسمها الظاهرة. يلا خذ ما كذاك يا الدهق. هاي مديفي ولاية عودة كبيرة ما كده؟ صدقت؟ صدقت؟ وفي الظاهرة بعد وفي الظاهرة؟ ايه نعم في الظاهرة. انزين هاي الظاهرة فيها ولايات كثيرة؟ يا ربي يا فاضل. وفيها أودية؟ فيها أودية كثيرة؟ ايه نعم نعم فيها أودية وأشهرها انت الوادي. وفيها وادي مشهور اسمه وادي دود؟ أظن ما كده خاشور؟ وادي دود؟ وادي دود. وإذا بغيت تجي تزورنا تعال وسأل عن وادي فدا. انا ما اجي ازورك. ها بيجي زورك هذا. ما انا مجنون هذا ما بس عنده. خلي مو خصك لا تصير علي لا تصير. خلونا نسمع الرجال. ابوي ذي وادي فدي وهذه الولايه نزلت تجي 20 مره. وفيها حصون بعد. فيها حصن اليحياي وفيها حصن العقر وحصن العزيزي وحصن لا تقول عنه. حلمو ما يقول. بس ابغاكم نهدوا عنه وتسيلوا. وحليش. بس دوروا. عرفوا. ما تقول انت. صحيح. هي معروف صحيح. رجال معروف. بس ابوي روح بلادك. وان شاء الله الجواز بيجيك. عرفتها؟ هي عرفتها. هلا. شايب
شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم